السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. إن شاء الله النهاردة هنعرف إزاي تزود سرعة الإنترنت الخاصة بيك، في بنتكلم على الواي فاي طبعا، عن طريق الـ DNS. يعني إيه DNS؟ DNS معناه اختصار Domain Name System أو نظام اسم النطاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني موقع زي جوجل، بتكتب ايه لما تيجي تبحث عن او تيجي تدخل الموقع؟ تكتب www.google.com، ده اسمه الدومين نيم او اسم النطاق. طيب الدومين نيم ده معمول ليه؟ كان قبل كده كان اي حد عايز يخش موقع بيكتب رقم الاي بي الخاص بالموقع، فطبعا مش هينفع انك تحفظ كل رقم، يعني هتحفظ ارقام لكل موقع، طبعا دي حاجة صعبة جدا. فدلوقتي الدومين نيم ظهر من بداية إنشاء الإنترنت عشان يسهل على المستخدمين إنهم يفتكروا اسم الموقع ويدخلوا على طول بكل بساطة، ويسهل عمليات البحث والكلام ده. فدلوقتي إحنا هندخل على من أي حتة من جهاز الكمبيوتر أو من الموبايل. هنخلينا بس من جهاز الكمبيوتر دلوقتي، هندخل على جوجل كروم عادي ونكتب او اي متصفح، هنكتب الارقام دي 192.168.1.1 ونقول له انتر. ادخل لنا على طبعا لازم تكون متصل بشبكة الواي فاي الخاصة بيك، هيدخل لك على صفحة الراوتر الخاصة بيك، تكتب اليوزر نيم ادمن والباسورد، هتلاقيها خلف الراوتر مكتوب عليها باسورد، هتكتبها عادي وتبدأ تقول له لوج ان زي ما انتم شايفين. دلوقتي هندخل على هوم نتورك او الشبكة المنزلية، نقول له لان انترفيس او الواجهة الشبكية او الواجهة اللان، ونقول له DHCP سيرفر زي ما انتم شايفين، نضغط على ضغطة. دلوقتي هيظهر لي الشكل بالطريقة دي، تمام. انا هبص على حاجة اسمها DNS معمول ايه CVE، لا انا عايزه مانيوالي، يعني معمول يدويا، وهندخل الايه اي سيرفر من السيرفرات اللي انا حطيتها لكم في الملف ده. الملف ده فيه افضل سيرفرات موجودة، سيرفرات جوجل وسيرفرات موقع اسمه كواد وسيرفرات اوبن دي ان اس وكلاود فلير. السيرفرات دي اي سيرفر من دول موجود فيه رقمين، كل رقم في مكون من اربع خانات. اول خانه مكتوب فيها الخانه دي والخانه دي، تمام، والموقع اللي بعده موجود فيه الخانه دي والخانه دي. طب انا اختار اي واحد فيهم، انت تجرب وتشوف اسرع واحد بالنسبة لك، وهقول لكم ازاي تعرفوا ده اسرع من ده ازاي. انا بالنسبة لي انا جربت كتير ولقيت ان هو بالنسبة لي جوجل ده الاربع تمانيات وتمانيتين اربعتين ده افضل دي ان اس عندي بالنسبة لنا. حلو، هندخل على مانيوالي ونكتب نحدد هنا ونضغط على تمانية ونعمل تمانية زي ما هي مكتوبة كده، تمانية وتمانية، وبعد كده نضغط على التانية ونقول له 8844، ماشي، اللي هي اللي موجودة في الـ DNS اللي هي في الملف الصغير ده، ونقول له سيف حفظ، يقول لك تم الحفظ، your data has been saved زي ما انتم شايفين، تمام. بعد كده انت كده ادخلت الـ DNS. عايز تعرف سرعة الخط النت اللي عندك، هنفتح صفحة جديدة ونكتب كلمة fast.com. هسيب لكم رابط الموقع ده أسفل الفيديو. ده الموقع ده بيختبر سرعة النت اللي عندك، يقول لك هي كم ميجا بايت في الثانية، يقول لي 1.7، هي طبعا بتختلف على حسب بقى الناس اللي مرتبطين عندك في الشبكة قاعدين على النت دلوقتي ولا لأ. نعمل تاني تشيك، هو بيفحص دلوقتي سرعة النت دلوقتي
لسه بيفحص. العلامة دي تتشال يبقى هو كده خلص. علامة البوز دي تبقى علامة السهم ده، يبقى كده هو خلص 1.3 ميجا بايت في الثانية. تمام، يبقى هي دي السرعة المتاحة عندك دلوقتي حاليا. عايز مثلا تجرب دي ان اس تاني، ماشي. نقوم هنجرب مثلا دي ان اس التاني ده 4 ساعات، ونكتب في الخانة التانية 149.112.112.112 وتجرب وتشوف وتشوف السرعة. عجبتك السرعة خلاص يبقى تثبته على كده، ما عجبتكش تغير. طيب الراوتر كده، الراوتر يعني احنا ادخلنا له الدي ان اس ده. طب لو الكمبيوتر بقى، لو انا يعني ازاي هعرف ادخل الكمبيوتر؟ بكل بساطة بالنسبة لويندوز 10، بالنسبة لللابتوب هتضغط على كليك يمين على علامة الواي فاي زي ما انتم شايفين تحت الأسفل على اليمين، وتقول له Open Network and Internet Setting، تختار واي فاي على ايدك اليسار، تختار Change Adapter Options، وكليك يمين على واي فاي وتقول له Properties، وتختار Internet Protocol Version 4 TCP سلاش باك سلاش IPv4 Internet Protocol Version 4. نضغط دبل كليك ونختار هنا Use، نعلم على Use the following DNS server address. هيظهر لك اثنين، الخانتين اللي احنا بندخل فيهم اللي هو ايه الرقمين اللي انتوا عارفينهم 8 8 4 8 فوق و 8 2 4 4 8 8 4 4، ونقول له اوكي. وبعد كده نضغط اوكي تاني، وبكده يبقى انت غيرت ال DNS الخاص باللابتوب الخاص بيك، وبكده ان شاء الله هتحصل على سرعة انترنت عالية. وهتلاحظ ده طبعا مع تصفح المواقع، تتفرج على فيديو، الحاجات دي طبعا هتلاقي فرق كبير. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو في اي سؤال سيبوه في التعليقات وانا بقرأ التعليقات كلها وبجاوب عليها. متشكر جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.